وطبعا يعني اللي عايش في الأراضي المقدسة، كونك أنت بتتنقل من مكان إلى مكان هو تأكيد يعني شيء غير عادي من دقة الأحداث والتفاصيل. مثلا اكتشفوا حجر بيلاطس في قيصرية وإن هو والي اليهودية، في موجود في المتحف. تمام. اكتشفوا معظمة اللي هي أشورز في القرن الأول، كانوا بس بمارسوا هذه العادات. أخ عياد، إنه بعد وفاة الإنسان بعد سنة بيجمعوا الرفات يعني العظام، وأكبر عظمة هي الفخذ، فحسب حجم الهاي بيبنوا المعظمة اللي هي صندوق يعني، وحسب غناء، أو إذا فقير ممكن يكون من خشب، ممكن يكون من فخار، ممكن يكون من حجر. اكتشفوا هذه المعظمة أشورز لقيافة رئيس الكهنة، واكتشفوا قبر هيرودس الكبير، أولاده طبعا، التاريخ اللي سجلها واكتشافات. حتى في منطقة اليوم في القدس في سيسترز اوف زاين تحت الأرض، على الأرض اللي هي منطقة اسمها البلاط جباثا، اكتشفوا ألعاب رومانية جيمز، واحدة من الألعاب اللي بيلقوا عليها قرعة بسموها قرعة الملك. وهكذا انت بتشوف أحداث، كيف السير، كيف المشي، كيف التحركات، كلياتها دقيقة جداً.